كان يعني موقف معين صعب، لكن هذا اللي حصل. فتم التغيير طبعا. كان في هناك اللي يقول ان احنا كان في شرط من الامريكان انه احنا ان نعمل علاقة مع اسرائيل عشان يقبلون بالتغيير، هذا ما حصل ابدا. قبل التغيير بشهرين كان في تنسيق بيننا وبين الامريكان، اخبرناهم ان هناك اشكال وان هذا الاشكال قد تحصل له تبعات او نتائج. خليني اقول لك، قبل الحدث بشهرين، بشهرين، وانا رحت امريكا شخصيا. واحنا نحطكم في الصوره فقط لانه هذا شان داخلي، لان احنا عملنا هذا خوفا من بعض دول الخليج اللي الان ترى انه الشيخ حمد انسان مزعج وجاي للحكم، فإذا قام بهذه الخطوة قد أنها تكون أسباب تؤخذ لإنهاء الخطوة في بدايتها. هو كان في تحرك على الصعيد الخليجي سنة 95 مو 96؟ إيه، لا مو بأروع، كان في، هم عارفين عن كل الغليان اللي جاري، و فهذا اللي صار. لما صار الصح بلغنا الدول الخمس الكبرى. و شلون صار التبليغ؟ صباحا انا بلغتهم، بلغت السفراء وبلغت وزراء الخارجيه بالليل، اللي حسب الوقت، اللي في امريكا بالليل، اللي في الدول الثانيه الصبح. وبدات البيانات تطلع. اول بيان طلع امريكي وبريطاني نفس اليوم، والناس استغربوا انه امريكا كيف طلعت بيان الصبح الساعة 11 أو كذا، والوقت في أمريكا نص الليل بالليل، لأنه إحنا كنا مكلمينهم بالليل أنه كذا كذا وهاي الخطوة اللي بتتم. فهم طلعوا بيان في هذا الموضوع. طبعا الناس فوجئت أنه في مبايعة شعبية كبيرة. طبعا روجوا ناس كثير أنه هذيل الناس استدعوا للديوان للتشاور، وفوجئوا نفسهم أنهم يقدمون البيعة، وهذا غير صحيح تماما، لأنه كان التحدث مع كل العوائل من العائلة الحاكمة إلى أي عائلة في قطر كان عندهم خبر أنه هذا بيصير، لأنه كان الشيخ حمد يريد أنه يكون في التفاف شعبي حول الخطوة. والشيخ حمد كان شعبي معروف لهم أكثر واحد، يعني كان مختلط بالناس، فكانوا الناس يعرفونه زين ويعرفهم ويعرف كل واحد اسمه واسم أمه، فيعني ما كان شيء مستهجن. طبعا في ناس كبار السن بعضهم في عاطفة، يعني في ناس قليلين عندهم عاطفة، إنه وكلنا عندنا عاطفة ناحية الشيخ خليفة، لكن كان في اختيار بين وضع يستمر ونزول في الوضع الداخلي في البلد أو انتشال البلد. واضح الآن لما نرجع نحسب الأرباح والخسائر أنه قطر والقطريين كسبوا الكثير من الخطوة هذه اللي صارت.